معكم جميع مباشرة على إذاعتكم أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني حتى ل 12. والتحق بنا في الاستوديو دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدلة المختص في العلاج وفي تداوي بالأعشاب. أهلا بك دكتور عماد. صباح النور اختي سناء، وتحية طيبة ليك ولكاع الأخوات اللي كينورونا في هذا اللقاء الأخوي، مرحبا بهم. حنايا أيضا كتشاهدونا بالصورة على الصفحة الرسمية سناء الزعيم أصوات، مرحبا بكم، مرحبا بأسئلتكم اللي غادي نختاروا منها طبعا الأسئلة المفيدة والمتنوعة والمختلفة. اليوم غادي نتكلموا على مادة اللي شائعة ورائجة وانتشرت، هي الإنديغو، وهي طبعا بالدارجة كنسميوها النيلة. فهاد النيلة بغينا نعرفوا معك دكتور عماد شنو هي، لاش المفروض تستعمل، وشنو الخطورة ديالها إلا تستعملت بشي طريقة اللي غير صحيحة. النيلة اللي اليوم كنلقاوها منتشرة في وصفات ديال الشعر وفي وصفات ديال البشرة. نعم نعم، فالنيلة من المواد، هي عبارة على مادة طبيعية، ومع الأسف أن في الأسواق هنالك مواد اللي كتشبه لها وكتكون مواد كيميائية. فإلا هضرنا على المادة الطبيعية النيلة اللي كنستخرجوها مع من واحد الشجرة النغبيست اللي كيتسمى لينديغوتي، هاد لاغبيست هذا وهاد الشجرة هادي اللي في الغالب كتكون الأصل ديالو الموطن ديالو هي آسيا وخاصة في الهند. نعم. إذن هنا كان كينبت أو مازال كينبت هاد الشجر هذا. هاد النيلة اللي كنستخرجوا منه اللي هي من الأزهار ديال هاد الشجرة هادي، مادة اللي مادة يسمى بلينديغوتين ولا لوتياغي الميطان، هكذا هو الاسم ديالو العلمي. فهاد المادة إلا غادي نقول لك أختي سناء استعملت 3000 عام قبل الميلاد، خاصة في بلادنا. وبدات فين بدات؟ بدات في موغادور، بدات في الصويرة اللي كانوا كيستعملوها هذيك الساعه الفينيقيين، حيث كانوا تما بزاف ديال الاماكن ديال الدباغه وديال الصباغه، وكانت كتستعمل في الصباغه، وكانت كتستعمل كذلك في التجميل، كانت كتستعمل في القطع النقديه. فعثروا على قطع نقديه اللي كان اللون ديالها ازرق من هاد النيله هذه. وهنا كنشوفوا الفائده ديال هاد الماده. اذا اما اللي مع الاسف كاين في الاسواق الذي يضاهي هاد النيله هو مركبات او املاح ديال الكوبالت. حنا كنعرفوا الكوبالت الكيميائي كيكون عنده هاد اللون هذا ازرق. فدائما نضوا الحذر غادي باش يمكننا نعرفوا النيله الاصليه، وباش يمكننا نعرفوا النيله اللي كتكون كيميائيه. فالطريقه اللي علمت الاخوات ناخذوا شويه منها او الرويس ديال المعلقه، نخلطوا بشويه ديال الماء، خص الماء يتصبغ ما يبقاش فيه دوك الرواسب. هذه من جهه، من جهه اخرى غيتصبغ كي غيولي اللون ديالو ازرق، فغادي يكون ازرق اللون ديالو غادي الازرق، وداك الزروقيه كتكون غاديه للبنفسجي، يعني كتكون غاده للموف. اما الا خدينا الكوبالت بوحدو فهو كيكون ازرق، ما كيمشيش لهذاك الفيوليت. هذا من جهه. من جهه اخرى كنهزو شويه وكندهنوه على اليد ديالنا، يعني في الطرف ديال اليد ديالنا، يعني في تحت الصبع الكبير ديالنا، كندهنوه واحد شويه وكنخليوه واحد المده ديال 5 دقائق باش نشوفوا واش ما غيعطيناش حساسيه ولا لا في الجلد ديالنا. فهادو جوج ديال المسائل. هي هاد النيله كيفاش كتباع دكتور عماد؟ واش كتباع مطحونه كشكل بودره يعني منيله، ولا كتباع صحيحه هكاك حبيبات؟ فكاين اللي كيبيعها في شكل حجيرات كيتجمعوا لان هي مع الرطوبه كتجمع، وكاين اللي كيبيعها مطحونه في غبره معلبه. فكل واحد وكيفاش كيبيع هاد النيله هادي، يعني بالطريقه ديال البيع ديالها. اذا من خلال شنو كتقول لنا اليوم على اصوات، يعني كتقول للناس يردوا البال لانه كاينه هاد الماده الاخرى اللي كتشبه النيله ولكن هي ماشي النيله. ماشي النيله اللي قلنا، هي من الاملاح ديال الكوبالت، والاملاح الكوبالت كنعرفوهم انهم كيكون عندهم هاد اللون الازرق. عموما لاش كتستعمل النيله؟ النيلة في مجال التجميل الطبيعي. فإلا هضرنا على النيلة غادي نهضروا على الصحراء المغربية ديالنا، والصحراويات ديالنا المغربية كيستعملوها بزاف في التجميل ديالهم. فكتستعمل كمادة مبيضة البشرة. نعم. كتستعمل كذلك كمادة اللي كتنظف لينا البشرة ديالنا، مادة اللي كتعطينا وقاية ضد أشعة الشمس. فهنا الناس اللي كتكون البشرة ديالهم كتنشف، فحكين بعض الملحفات اللي كيتصايبوا كدار فيهم هاد النيلة. داك الشيء باش ملي كيديروهم كتشوف داك اللون الأزرق في اليد ديالهم، خاصة القبائل اللي كتكون يعني وسط الصحراء، وسط الشمس، وسط درجة الحرارة مرتفعة، وكتحس بأن درجة الحرارة ما كتأثرش عليهم. علاش؟ لأن وجود ديك النيلة كتعطينا توازن في درجة الحرارة في الجسم. كترجع لأشعة الشمس. ما فوق بنفسجيه. اكيد، وكتحافظ على البشره باش ما كتحرقش. الا ذكرتي الحلقه اللي فاتت هضرنا على الا البشره ما كانش مدمه وميها كتحرق من اشعه الشمس. فهاد النيله من المواد اللي كدير لنا توازن درجه الحراره. فلما كنستعملوها في وصفات
او كنستعملوها للبشره ولا كنستعملوها للشعر، كتعطينا تجديد ديال الخلايا، كتعطينا واحد توحيد اللون ديال البشره، وكتعاوننا البشره ديالنا باش كتبقى محافظه على داك الماء اللي كيكون مفقود فيها، وكتبقى دائما عندها ديك النضاره ديالها. واش النيله كتستعمل ايضا في وصفات للشعر؟ يمكن نستعملوها اكيد، كتستعمل وكتستعمل يا اما في الصباغه يا اما كتستعمل كوصفه لتساقط الشعر، وصفه لترميم الفروه ديال الراس، فيمكن نستعملوها. الصباغه باش تحصل السيده على اشمل لون؟ الصباغه كتخلط مع اللون الاحمر، تخلط مع اللون الاحمر والوان اخرى، كاين اللون الاحمر واللون البني، باش كنمشيو لذاك لو شاطان، باش كنحصلوا على ذاك اللون الشاطان، يعني القشطاني او اللي كيتسمى هذاك اللون، فكضروري كنخلطوا معاه شويه ديال النيله، اللي كنا الناس اللي كتعرف كيفاش كيخلطوا الالوان كنعرفوا اللون الازرق، الازرق عفوا، كنوازنوا به هاد التلوينات ديال الشعر. واش عمركم استعملتوا النيله او شفتوها في شي وصفه وبغيتوا دابا تستعملوها وبغيتوا تستشروا مع دكتور عماد ميزه؟ مرحبا بكم على اصوات، خطوطنا مفتوحه لكم 05 22 77 24 24. احنا ايضا اليوم عاملين حصه مفتوحه على كل اسئلتكم مستمعاتنا دائما على نفس الرقم، وايضا في المباشر لو لايف اللي كتابعونا به صوتا وصوره عبر الصفحه الرسميه سناء الزعيم اصوات عبر الفيسبوك. دكتور عماد، انت اليوم كيفاش غادي تنصح مستمعاتنا يستعملوا هاد النيله؟ فغنعطيهم وصفات بسط، نعطيهم جوج وصفات، نعطيهم الوصفه الاخرى للبشره للحفاظ على البشره، واخا نعطيو ثلاثه الوصفات لان ما نساوش الجسم حتى هو مفيده ليه النيله. اذا الوصفه الاولى ديال البشره وصفه مرممه موحده اللون ديال البشره، وكتعطينا النضاره وكتحارب حتى ديك الكحوليه اللي كتكون عندنا في البشره ديالنا. يعني دابا السيدات، باش نزيد ندقق معاك، السيدات اللي كيسمعونا عندهم مشكل ديال الكلف او عندهم مشكل الكحوليه اللي كتبقى من بعد حب الشباب، او السيدات اللي كتقول لك اودي وجهي مزيان ولكن عندي على مستوى العنق واحد التصبغات، العنق او القفا او مثلا اليدين وهاد البلايص هادو المرفقين، واش تصلح هاد الوصفه؟ غادي تصلح، فهادي غادي نعطيوها في الاول ديال البشره ديال الوجه والرقابه. إيه؟ وحتى بالنسبه للسيدات اللي كتقول الوجه ديالي شاحب، نعم، مخطوف. إيه؟ يعني ما عندوش داك اللون ديالو والنضاره ديالو. نعم. والجسم غادي نعطيه وصفه اخرى اللي هي الوصفه الثانيه ان شاء الله. اذا هاد الوصفه وصفه مبيضه لبشره الوجه. بشره الوجه، فغناخذوا فيها نص معلقه صغيره ديال البودره ديال النيله طبيعيه، وغنخلطوها مع ثلاثه المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي فقط. إذا عندنا البروتيين وعندنا لينديكوتين، هادو جوج ديال المواد، إلا تخلطوا كيعطيونا مركب جميل وبسيط، وصفة يعني رخيصة، ما تكلف والو. نخلطوا هاد المكونات هادو كاملين، وكنديروهم على البشرة ديالنا والرقبة ديالنا، نخليوها مدة ثلث ساعة، وكنغسلوها. هاد الوصفة كنديروها جوج المرات في الأسبوع، وكنداوموا عليها مدة ديال شهر واحد فقط. ممكن تعطينا النظرة. فقلنا غناخذوا نص معلقة صغيرة ديال النيلة مغرب مطحونه ومغربله مزيان، وغادي نخلطوها مع ثلاثه المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي. خلطوا هذه الخليط هذا مزيان حتى يتخلط. شحال الوقت تخلي السيده ذاك الخليط قبل ما ديروا على وجهها؟ تخلطوا ديك الساعه، يعني ديك الساعه غادي ما تخليش يطلق. لا ما يطلقش، فهو غير غادي يتخلط، يعطينا ذاك اللون، غادي يمشي البلوسيه لان غيتخلط الابيض مع ذاك اللون القاتم ديال النيله، وغنحطوه مباشره على البشره ديالنا والرقبه، وكنخليوه ثلث ساعه وكنغسلوه. ثلث ساعه 20 دقيقه وتغسليها لالا. عندي سؤال السيده، ملي كدير الماسك بحال هكذا للبشره ديال الوجه، شنو هو الحد اللي ما خصهاش تقيسه ملي كنهضروا على هاد المنطقه اللي حول العين؟ حول العين، فإذا كانت النيله طبيعيه كيمكننا نقيسوا منطقه تحت حول العين، ماشي مشكل. اما هذا هو علاش خصنا ناخذوها من اماكن اللي كتكون مرخصه، ولكن تفاديا اننا عموما ما نقيسوش حول العين، ما نقيسوش. نعم، ندير واحد الدويوراس ديال الخيار، وهكا غادي نستافدوا اكثر. نعم. بالنسبه للوصفه الثانيه غنديروا وصفه للجسم، اذا وصفه اللي غنستافدوا من المزايا ديال النيله للجسم. الماده اللي غادي نستعملوا فعندكم الاختيار، يا اما كتاخذوا نص معلقه صغيره ديال النيله وكتخلطوها في نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، كتحطوهم في حمام مريم مده ديال ثلث ساعه، ومن بعد هذا الخليط هذا مباشره كديروه في واحد القريعه كدهنوا به الجسم ديالكم، كتخليو هذا الخليط 10 ديال الدقائق، ومن بعد كتغسلوه وتحكوا بالطريقه المغربيه ديالنا التقليديه. يعني هذا يدار قبل من الحمام؟ قبل من الحمام. واخا هذا الا درتو السيده، واش دير الصابون البلدي ولا بلاش؟ فغنعطي وصفه ثانيه ديال الصابون البلدي، فين كاينه وصفه اخرى شنو غنديروا؟ غناخذوا نص معلقه صغيره ديال هذا الخليط ديال النيله، ونديروها مع ثلاثه المعالق الكبار ديال الصابون البلدي، يتخلط مزيان حتى كيتعجن، وكتخلط هذه النيله مع الصابون البلدي، وكندهنوه على الداس ديالنا، كنخليوه حتى هو مده ديال 10 ديال الدقائق ونغسلوه،
ويمكن هذيك الساعه نديروا الكوماج ديالنا. اذا هنايا دكتور عماد كنأكدوا 10 ديال الدقائق ما نفوتوهاش، 10 ديال الدقائق كافيه باش تعطينا الفائده ديال. ماشي السيده ديروا مع الصابون البلدي وتدهنوا وتبقى به وتقول هذه الوصفه من بعد دراتني. لا 10 ديال الدقائق فقط، وخلينا 10 دقائق والصابون البلدي و10 دقائق لان الجسم، لان البشره ديال الجسم كتكون نعم. غليظه. عندنا وصفه ثالثه اللي غادي نعملوا مع النيله. نعم هي الوصفه ديال الشعر. إيه؟ فالوصفه لتساقط الشعر، فالوصفه ديالنا غناخذوا نص معلقه صغيره ديال النيله، وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال اليزير، وهاد المكونات كاملين كنديروهم في نص كاس ديال زيت الزيتون. اذا نص معلقه صغيره ديال النيله مدقوقه ومغربله مزيان، معلقه صغيره ديال اليزير. غير شويه دكتور عماد مهلا. نعاود فمعلقه صغيره ديال اليزير، نص معلقه صغيره ديال النيله، ونص كاس صغير ديال زيت الزيتون. هاد الخليط هذا كامل كنحطوه في حمام مريم مده ديال نص ساعه، ومن بعد كنخليوه يطلق ساعتين. نصفيه في واحد القريعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، ونحتفظوا بهذا المحلول هذا في الثلاجه. ندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا، نخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه، والعمليه كنديروها كالعاده مده ديال 3 اشهر باش كتكون عنايه كامله بالشعر وفروه الراس. اذا هذه واحد الماسك اللي غدير السيده وتخليه في شعرها ساعه، مره في الاسبوع كافيه. مره في الاسبوع حتى لجوج المرات ماشي مشكل. هذا اللي كيحد من تساقط الشعر. السيدات اللي ديما كيقول لك شعري فيه فراغات، شعري كيطيح، هذه وصفه غتعطيهم نتيجه. هي كتعالج فروه الراس وكتقوي لنا الشعر. نعم غادي نستقبلوا اسئلتكم مستمعاتنا مباشره من بعد الفاصل. مستمعاتنا معنا على الخط، كنذكر برقم 0522 77 24 24. احنا معكم حتى ل 12 مباشره على اذاعتكم اصوات وبرنامجكم حديث ومغزل. غادي ناخذوا حليمه اللي معنا من الدار البيضاء، معنا سميه من اكادير. اهلا بك يا سميه. وعليكم السلام ورحمه الله سميه. الحمد لله الله يبارك فيك. دكتور عماد بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم مرحبا. الحمد لله صباحكم مبروك. علينا وعليك سميه، ناخذ سؤالك تفضلي. مرحبا. السؤال ديالي عندنا اسئله كثيره. نعم الزوج ديالي عنده واحد القشره في رجليه غليظه. وهذا الشيء كدير له حتى حاجه كالريحه خانزه، يعني هكا في الصباط ولا يعني ما كنخلي ما كندير والو. واخا فين عند الزوج ديالك هذه القشره هذه؟ فين بلاصه؟ في القدام ولا فين؟ عنده تقريبا في رجل تحت كامله، وبحال اللي طالعه شويه في القدام. اللون ديالها كيداير؟ بحال الجلده عادي، زعما بحال القشره هكا كتحيد وكتكون شويه غليظه. غليظه وكتجي الحكه في هذه البلاصه؟ كتجي فيها الحكه؟ كتجي بعض المرات الحكه. كتجي الحكه فيها، واخا شاف الطبيب على هذا المشكل؟ لا الصراحه ما عمره ما مشى للطبيب. شحال هذه تقريبا هو عنده هذا المشكل هذا؟ هو راه قلت تقريبا هذا شي 5 سنين. دابا كما دائما كنقول لكم، الداس ديالنا غير كتفوت 15 يوم اقصى حد كيكون فيها واحد التغيير، ما كنعرفوش ذاك التغيير شنو هو، ما كيمشيش. فهنا بدون ما نخمو ضروري كيخصنا نمشيو نشوفوا الطبيب ونشوفوا هذاك المشكل مناش. دابا الزوج ديالك هذا يقدر يكون عنده مشكل ديال الكزيما، يقدر يكون عنده مشكل الفطريات، تقدر تكون عنده مشكل ديال الصدفيه، فبزاف ديال 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 الامراض الجلديه اللي كتعطينا هذا المشكل هذا، فهمتي؟ ووصل لدرجه ان ولات كتعطي ديك الرائحه الكريهه. اذا هنا شنو معناتها؟ معناتها ان البكتيريا والميكروبات راه هما ولاو في هذيك المنطقه عايشين، ولاو كيطلقوا لنا ذوك الغازات، ومنين كيسد عليهم اي منين كيلبس هذاك الحذاء ديالو كتولي هذه الغازات هذه كتعطينا هذه الرائحه الكريهه. فهنا النصيحه اللي غنصحك اختي، ضروري ومؤكد الزوج ديالك اليوم قبل غدا يشوف الطبيب ديال الجلد ويشوف هذا المشكل هذا مناش، لان خصو دابا ادويه خاصه وخصو واحد العلاج مكثف باش يمكن له يمشي هذه القشرات هذو ويتغلب على ذوك الميكروبات اللي كيكونوا، وان شاء الله الامور غادي تكون بخير اختي. انت شنو درتي له سميه؟ قلتي درتي له شحال من حاجه، شنو استعملتي؟ راه قالوا لي ديري الخزامه هكا المنقوع ديال الخزامه، قالوا لي بيكربونات هكا في الصباط. كاين ديستيك بحال هكا يعني ما كيقضيش داك الشيء. نعم واش هذا الشيء تكمل عليه دكتور؟ فتحبسوا لان هذا الشيء كيمكن يزيد من الخطوره. ومساله اخرى، واياك ثم اياك ليك ولجميع الاخوات اللي كيسمعوا لينا، منين يكون شي مشكل بحال هكا في الرجل ونمشيو نديروا الحنه.
حيت كاين بعض الناس اللي كيديروا الخليط ديال الحنه، وكاين بعض الناس اللي كيخلطوا، كاين اللي كيخلط الحنه مع الشبه وكيدهنوها لهذيك البلاصه، فالحنه كتنشف وكتحيد الماء من هذه البلاصه، وغادي يمكن تعطيكم حساسيه وتاثر لي على الرجل ديالك. يلا سيروا للطبيب سميه، طبيب اختصاصي في امراض الجلد، وما يكون باس ان شاء الله عندنا من الدار. تحيه لكم باكادير، غنمشيو الان للدار البيضاء. معنا حليمه، اهلا بك على راديو اصوات. السلام عليكم، ديال اختي سناء. الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا بسؤالك يا حليمه. ربي يخليك، انا عادي عندي هاد النهار كبير الحمد لله، ما يشد ليا الخط، عرفتي شنو راه 6 سنين وانا كنحاول نتصل بكم ما كيشوف ليا الخط. تحيه ل مرحبا مرحبا بك. مرحبا اختي، مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ عندي مشكل في الوجه ديالي ضعيف. وانا وجهي ظاهر وغليظ، ولكن عندي مشكل وجه ضعيف. نعم. واخ. وعن الجهه ديال الخدود ياك؟ تحت الخدود. واخا، خليك معنا في الاستماع ان شاء الله، غادي نعطيوك وصفه اللي غادي تجيك هي هذيك مفصله معنا. عندك سؤال اخر؟ عندي بشره ديالي جافه وحساسه. كديري شي حاجه لوجهك؟ لا ما كندير حتى شي حاجه، كنت كان يلا ولات كندير لي واحد وصفه قويه مزيانه، الحلبه وزيت العود، كتسخنيهم كدف بهم وكديرهم لوجهك، بغيت نعرف الوصفه واش مزيانه ولا لا. وشكرا. مرحبا. شكرا لك على هذا السؤال هذا، لان هذه الوصفه شائعه، وصفه ديال الحلبه للزياده في بعض المناطق ماشي غير في الوجه، والحلبه مازال كناكد فيها ماده لاتريكونيل، هذه الماده الا درناها في البشره ديالنا وداومنا عليها كتحرق لنا البشره ديالنا، فمن بعد غادي يولي عندك تصبغات في الوجه ديالك، والخطر ديال هذه الوصفه انها الا حرقات الوجه يعني عطاته ذاك الاثر ولا ذاك الكحوليه ما كتولي صعيب اننا نتخلصوا منها وصعيب اننا نحيدوها. فردوا البال من هذه الوصفه ديال الحلبه ونتجنبوها نهائيا. واش نردوا البال ولا توقفها؟ لا هي ما تستعملهاش، ما توقفها، ما توقفها، لان رغم كاين بعض يعني الاخوات. الجواب واضح وقاطع حليمه، انت وقفي هذه الوصفه، وإلا كتعرفي شي سيدات هما تيديروا هذه الحلبه لوجههم قولي لهم دكتور عماد في اصوات قال لي انكم ما تبقاوش ديروها، علاش؟ لانه كتحرق البشره ديال الوجه، وماشي تشوفي النتيجه دابا، يعني تشوفي النتيجه من هنا شهر، من هنا 6 شهور وجهك يقدر يمشي لك يتلف لك، يعني غتسبب واحد تاثير خايب على البشره ديال الوجه. فدابا انت عندك واحد الرساله انت دابا توصليها للناس اللي قالوا لك هذه الوصفه في الاول ديريها. طيب غادي ناخذ سكينه معنا من مكناس، اهلا بك سكينه. سنة بارك الله فيك. مرحبا بك. انا حيت غادي نهضر معكم. تحيه لك والناس د مكناس. مرحبا. شكرا لله يحفظك. خويا عماد عافاك، عندي لك واحد جوج اسئله. واحد بخصوص القطران، بغيت نستعمله، كنت كنستعمله فاش كنت صغيره، ودابا بغيت نعاود نستعمله، قالوا لي راه كيقدر يتسبب في السرطان ولا شي حاجه وخفت. القطران شنو؟ علاش بغيتي ديريه؟ بغيت نديرو لشعري، كنت كنديرو لشعري، دابا بغيت نعاود نديرو. واخا القطران، خذي زيت القطران. هذا القطران هذا كنطيبو مع الزيت البلديه، يعني كتوجدته للوالده شحال هذه، هو اللي كنطيبو مع الزيت اللي كفلتي كيطيب مزيان، وكنبقى نشق به شعري. واخا هذا القطران هذا منين خديتيه؟ من شي بلاصه موثوقه؟ موثوقه ديال شنو كيقولوا لها، الارض ديال شجره الارض يعني. حر. غير باش نزيد ناكد الاخوات باش حتى هما نقربوهم، القطران كناخذوه من كنحرقوا الجذوره ديال الشجر، ففي الغالب كنحرقوا الجذر ديال الشجر العرعار والزيتون، وكنقطروا هاد 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 يعني هذيك الماده اللي كتنتج على هذا الحرق هذا. فحتى في بعض المناطق اللي في الاطلس كذلك كيديروا الجذوره ديال الشجر الارز، فإلا كان طبيعي ومحروق طبيعي ومستخرج طبيعي، فغتاخذي معلقه صغيره ديالو انت وكاع الاخوات اللي عندهم هذا القطران هذا طبيعي، معلقه صغيره ديالو، وغادي ديريها في كاس صغير ديال زيت الزيتون، خلطيها معاه وحطيها في حمام مريم، ما تحطيهاش فوق البوطه، ديريها في حمام مريم مده ديال نص ساعه، وتخلطي هذا الخليط هذا كامل حتى يتخلط لك مزيان، وديريه في واحد القريعه، وهكا انت حصلتي على زيت قطران طبيعيه. بغيتي تستعمليها لشعرك، خذي شويه من هذا الخليط دهني به جلده شعرك وشعرك، وحتى الاخوات اللي عندهم هذا القطران هذا طبيعي وداروا هذه الطريقه، غادي ندهنوا به جلده الشعر والشعر، نخليوه ساعه ونغسلوه بحال ديما جوج المرات في الاسبوع، ومده ديال 3 شهور باش الشعره هي في الاول قالت لنا كتغليه كطيبو مع زيت العود. نعم، فتجنب انها تغليه، لان الا زاد تغلاته مع زيت العود غادي يمشي ذاك المفعول ديالو. نعم، اذا هنايا ما تغليش مع زيت العود. شنو السؤال الثاني ديالك سكينه من مكناس؟ السؤال الثاني كيخص العرعار وازر، كاينين عندي في الدار وما عرفتش فاش نقدر نستعملهم.
ما تستعمليهم الشعر حتى هما يمكن لك تستعمليهم الشعر العرعر والازير باش نديروا الشعر زعما شنو نقدر فاش نقدر واخا واخا العرعر والازير فهادو حتى هما مكونات اللي كيكونوا في بزاف ديال البيوت المغربيه فغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال العرعر ومعلقه كبيره ديال الازير ونزيدوا عليهم نص سطرو ديال الماء عادي نحطوه فوق العافيه حتى يغلي هذا الخليط هذا كامل ومنين يعقد كنطفيو عليه كنخليوه يبرد كنصفيه وكنديروه فواحد القريعه من الاحسن تكون فيها رشاشه كنديروه في الثلاجه كنرشوا به على الشعر ديالنا وجلدات الشعر يعني كنشقوا به الشعر ديالنا كنخليوه ساعه وكنغسلوه وهاد العمليه ديال 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 الغسل او هاد الوصفه هذه كيمكننا نديروها من مره حتى جوج المرات في الاسبوع ونداوموا عليها مده ديال شهرين فقط. تحية لكم يمكن الناس كتابعوا دائما إذاعة أصوات على الموجة 99.9 معنا شيماء من دار بيضاء ثم سكينة من مراكش. أهلا بك شيماء. أهلا سناء أختي كي دايرة لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير. مرحبا تفضل شنو سؤالك؟ أختي عندي ثلاث أسئلة بغيت نسول الدكتور عماد عافاك. مرحبا أختي شيماء. عندي الحبوب في راسي يلا كاينه ضليه تقريبا شي مده شهر وشي حاجه ناضيه بزاف ملي كنشط ولا شي حاجه كيديرونجيني بزاف. واخا الحبوب كيداير الحبوب اختي بيض وفيه القيح ملي كنقيسها بحال هكا تخرج بالقيح. والسؤال الثاني عندي الكزيما في صباعي دي يعني ملي كنت صغيره وهي فيها في الصغر ديالي كانت مشقه ليا وتدوز بالدم دابا ولات شويه يعني داك التشققات كاينين مرة تيتحلوا لي وتيدوزوا بالدم ولكن ماشي بحال اليوم ديال الصغر ما خليش مدات ليها مشيت عند الطب هذا بزاف ديال لي بوماد وهذا. واخا كتوتري شويه كتعصبي؟ شويه ضروري ما نعرفش. كتعصب كتعالجي على شي مرض كنتي كتعالجي على شي مرض قبل؟ لا ما عندي حتى شي مرض. واخا اها شنو السؤال الثالث؟ وبالنسبه للحبوب عندي في وجهي وفي ظهري يعني تقريبا في لحمي كامل يعني كان عمري 11 عام هو فيا. شحال دابا في عمرك؟ دابا في عمري 20 عام. هذا دابا حب الشباب اللي عندك في ظهرك وفي وجهك ياك؟ يعني دارت لي تولي دارت يعني خسرت عليه بزاف ديال الفلوس مواد طبيعيه بزاف وما عرفتش. واش درتي التحاليل مشيتي عند الطبيب درتي التحاليل ديال الهرمونات؟ درت التحاليل كيقول لي انا ما عندك حتى شي مشكل من الداخل يعني ما عرفتش خرجوا لي بزاف ديال لي بوماد وما داروا لي حتى شي حاجه. واش دكتور عماد ممكن تكون التغذيه ديال شيماء هي اللي كتسبب لها هذا المشكل هذا؟ يكون التغذيه ويكون حتى النمط العيش حتى التوتر حتى هو الا كان عندنا التوتر العصبي فخاصه ملي كنديروا التحاليل وما كيبانش اشنو كاين فالجانب النفسي اكثر كياثر على ظهور بحال هذه الامور هذه غير هنا كنلاحظوا بان عند البشره جد حساسه وعند الحساسيه لانها اليد ديالها فيها الكزيما الحبوب كينوض على المستوى ديال الوجه والظهر وعند الحبوب في الراس فبالنسبه للوصفه الكزيما الناشفه غادي نعطي الوصفه خليك في الاستماع والحبوب كذلك اللي في الظهر وفي الوجه ولكن ديال الراس مادام وصلنا لدرجه ان الحبوب ولا بيض ولا مقيح ولا كي ملي كتمشطي كتحسي به وكيديرونجيك فهنا ضروري اختي خصك تشوفي الطبيب ديال الجلد ضروري ومؤكد باش تعرف هذا السبب ديال الحبوب مناش كاين لان بزاف ديال الامراض التعفنيه اللي كتعطينا هذا الحبوب هذا في الراس مثلا الفطريات من هذه اللي كتعطينا الدرجه الثالثه ديال المرض المزمن كاين كذلك بدايه الصدفيه حتى هي كتعطينا هذا المشكل بدايه الثعلبه حتى هي كتعطينا هذا المشكل فخصها تنقد الموقف قبل ما توصل في يعني ملي كنسمعوا الانسان دكتور عماد بحال شيماء كتقول لك مشيت عند الاطباء وتبعت علاجات وكذا ولكن مازال ما عطاونيش النتيجه شنو تقول لهم انت كصيدلاني كدكتور في الصيدله؟ فكاين جوج ديال المسائل كاين المساله الاولانيه ان كنتبعوا مع واحد الطبيب وما كنكملوش معاه ان كل طبيب كنبداو معاه كيبدا لينا الطريق ديال يعني كيقلب على المشكل فين كاين خاصه ملي كيكون امور اللي كتكون مزمنه كيشوف الدواء الاول الثاني كيبقى مقلب حتى كيلقى شنو هو العلاج اللي خاص فإلا بدينا كنبدلوا في الطبق قبل ما نوصلوا لواحد النتيجه فكل طبيب كنبداو معاه بدايه الطريق فلهذا الادويه ما كيعطيوناش نجاعه اولا ثانيا ما كنستعملوهمش المده اللي عطانا الطبيب كاين بعض الناس مثلا كيعطيهم تريتمون الطبيب ديال 3 شهور كيستعملوه شهر فقط وما كيبقاوش كيكملوا على داك التريتمون. عموما ملي كنهضروا على علاجات ديال الامراض الجلديه لان كنعرفوا كل ما هو جلدي كياخذ الوقت. نعم. عموما شحال المعدل يعني شحال الانسان خصو يتبع واحد التريتمون باش عاد يقول واش النتيجه كانت مزيانه او لا. فعلى الدرجه ديالو فاذا كان هذه الدرجه المزمنه كيقدر يبدا من 6 شهور.
6 شهور، كاين العلاجات اللي كتبدا من 6 شهور هي اقل 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 مده هي 3 شهور نعم ويا فما فوق نعم فكتمشي 6 شهور، كاين علاجات اللي كتبقى حتى 3 سنوات باش كنكملو تعالج هذه المشكله. نعم غادي نمشيو الان لمدينه مراكش معنا سكينه وشيماء، رخفي على راسك وما يكون باس، وطبعا حنا غنجاوبوا على هذه الاسئله ديالك. سكينه اهلا بك على راديو اسواد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم خويا عماد. عافاك خويا عماد، بغيت شي وصفه. انا تنحس براسي ما كنقدرش نعس بالليل، ما بقيتش تيبغي يديني النعاس، ولا كان عستي يجيني النعاس متقطع وما مرتاحش حتى في النعاس ديالي. في الصباح كنفيق مريضه مدقدقه، ما قادراش نكمل النهار ديالي مزيان، لا طاقه لا والو. شحال فوقاش بداك هذا المشكل هذا؟ دائما انا في بحال الشهور تيوقع لي بحال هكا، دائما في الخريف هكا تيوقع لي بحال هذا المشكل. نعم دائما، ومن بعد صافي ملي كيفوت هذه الفتره هذيك ما كيبقاش هذا المشكل. لا ما كيبقاش هذا المشكل، هذه الفتره هذه دائما كنحس براسي عيانه مدقدقه، ما قادره ندير والو. ابسط الحاجه كنولي نحس براسي بحال بغيت ندير شي مجهود كبير. واخا التغذيه ديالك كي دايره؟ مزيانه كناكل مزيان، ولكن من قبل هذا المشكل، قبل هذه الشهور، من في هذه الشهور ما كناكلش مزيان، ما كتكونش عندي خاطر الماكله لا والو، حتى النعاس ولا حتى نسمع الهضره حدايا، ما كنقدرش نسمع حدايا شي واحد. بنيتي اللي كانت تهضر حدايا كنغوت عليها نقول لها سكتي ما بغيتش نسمعك. فكاين بعض الاشخاص اللي هذه الفتره هذه اللي كتكون عندهم او التحول ديال الفصول، او هذه الفتره هذه اللي كتكون كندوزوا من فصل لفصل كتاثر عليهم، يعني كتاثر على النفسيه، كتاثر على المناعه، حتى المناعه كتهبط في هذه الفتره هذه. داكشي باش دائما الاطباء والمختصين في هذه الفتره الانتقاليه دائما كيشجعوا على تقويه المناعه، يعني التغذيه بالمواد اللي كتكون طريه، خاصه الخضر، خاصه السلطات، نشربوا الماء بزاف، فهذه كلها امور مهمه باش كتعطينا المغنيزيوم، كتعطينا الزنك، كتعطينا الميلاتونين، السيروتونين، هذو كلهم مواد اللي كتعطينا الحيويه والنشاط للدس ديالنا. هذا من جهه، من جهه اخرى هو الاستعمال مثلا ديال المواد الطبيعيه. فشنو نقترح عليك وعلى كاع الاخوات اللي عندهم هذا المشكل ديال اضطرابات النوم؟ غادي نديروا وصفه بسيطه اللي غادي يمكننا ناخذوها ولكن خصنا نداوموا عليها على الاقل واحد المده ديال شهرين، فشهرين باش كتقاد لينا هاد الاضطرابات ديالنا. اذا غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي، معلقه صغيره ديال مرد الدوش، ونجمه ديال الباديان، معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي، معلقه صغيره ديال مرد الدوش لا مارجولين، وغادي ناخذوا نجمه ديال الباديان. هاد المكونات كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، مده ديال 10 دقائق كنصفيوه وكنشربوه كل ليله وكنداوموا عليه، وان شاء الله غادي يعطيك نتيجه مع التغذيه المتوازنه. حاولي تبزي على راسك تاكلي وتاخذي هاد الامور هذه، وان شاء الله الامور غتكون بخير. حاجه اخرى سكينه، حاولي ما امكن ما تنعسيش من بعد الغداء، العشيه تفاداي القيلوله او لا سيست. والحاجه الاخرى انه حاولي ديري شويه ديال التمرين او الحركه او تمشي او طلعي وتهبطي في الدروج، يعني ديري واحد المجهود جسدي اللي في العشيه. شنو كيدير؟ كيدور الدم مزيان للدوره الدمويه، كينشطها، وفي نفس الوقت كيساعدك تخلصي من طاقه اللي هي سلبيه، وكيخليك مستعده لاستقبال ليله نوم ان شاء الله. والحاجه الثالثه اللي غادي ناكد عليها بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الارق، سبق لينا تطرقنا لهذا الموضوع، انه ديك الساعه اللي قبل ما يمشي الانسان ينعس ما يبقاش يعرض راسه لاي منبه او اي محفز او اي مصدر اللي غادي يكون يعني فيه ليكسيتاسيون، فيه تنشيط، فيه ينشط الدماغ. فمثلا بعدي من التلفزيون، بعدي من شي حاجه اللي فيها الصداع، وحاولي ديري واحد الطقس عندك يولي ديال الاسترخاء، ديال التنفس العميق، ديال تقراي شي حاجه اللي غادي تهدئ العصب ديالك، او تلقي شي موسيقى او شويه القران، او باش ان شاء الله تولي مستعده تبداي الليله ديالك ديال النوم. حنايا غادي ناخذوا اسئله اخرى دائما معكم مباشره على اذاعتكم اصوات. معنا لطيفه من الدار البيضاء، ومعنا فاطمه من بن سليمان. اهلا بك لا لطيفه من الدار البيضاء. على اختي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا الشرف اللي هضرت معك اليوم. مرحبا. الله يكبر بك. حنا في الخدمه. مرحبا بك. مرحبا. ربي يخليك. كي داير اخويا ايمان؟ الحمد لله الله يبارك فيك. ناخذ سؤالك لا لطيفه لان الوقت كيلحق علينا. تفضل. انت اختي عندي جوج وليدات، واحد بالنسبه للقشره ما خلى ما دار لها والو، ما بغاش تحيد لي. واخا شحال في عمره؟ عمرو زيد 97 تبارك الله راه عزري. ايوا ما عرفاش العمر ديال ولدك، عاد نحسبو معاك لا فالا لطيفه. عنده 23. عنده 23 يلاه. القشره فيه بشحال هادي ولا عاد؟
لا ديما فيه ما خلى ديما فيه نهار كيغسل شعره ونهار لا وما خلى ما دار والو ما بغاش تحيد ليه قشره شويه غليظه. والسؤال الاول ولدي عنده الصغير عنده الحساسيه كندير ليه رشاشة وداك الشيء وهي قالت لي واحد السيده دير ليه زريع الكتان والحليب والعسل الحرة قالت لي معي القا ديال زريع الكتان مع كاس ديال الحليب دافي ومع معلقه ديال العسل حرة كاس صباح وكاس عشيه. وزريعه الكتان كبيره ولا صغيره؟ معلقه كبيره ولا صغيره؟ قالت لي معلقه ديال العسل ولا زريعه؟ لا زريعه الكتان. قالت لي معلقه كبيره. شو شحال في عمر الوليد هذا الثاني؟ هذا عنده 12 عام. واخا ومتبعه مع طبيب اختصاصي في الامراض التنفسيه؟ انا متبعه دابا كندير ليه الرشاشه هي قالت لي زعما من بعد غادي تحيدي ديك الرشاشه درتها لي ديك العام قالت لي ديريها 40 يوم نعم نعم انا غنرجع لك دكتور عماد هذا السؤال مهم وهادو كثير من الناس اللي بحسن النيه تيقولوا خاصه في هذه الامراض هذا الشيء سمعتوا عاود ديال الضيقه ديال الحساسيه غادي تحيد هذيك الرشاشه ودير واحد الوصفه طبيعيه. واش زريعه الكتان وهذه من مخلفات يعني ديال واحد السيد اللي كنهضر كثير على زريعه الكتان وبزاف الناس داروها كاين اللي والمات وكاين اللي ما والماتوش شنو كتقول الدراسات اليوم في زريعه الكتان واش كتخفف هاد الحده ديال مرض الضيقه او الحساسيه التنفسيه؟ فزريعه الكتان بالنسبه للوليد ديال 12 عام وهاد الكميه هذه ديال معلقه كبيره في معلقه كبيره حنا وصلنا ل 30 غرام. العلم كيقول الانسان البالغ يعني البالغ اللي غنهضروا من 15 عام لفوق هنا كيخصنا فقط 5 غرام ديال زريعه الكتان مطحونه. هذيك شماله مطحونه كناخذوها يا اما بمعلقه كبيره ديال العسل الحر ولا كنشربوها بالماء. هذا من جهه ولكن ما كنفوتوش في الاستعمال ديالها 15 يوم. هذه غير 5 غرام اللي هي القيمه المرخص بها صيدليا. فالاستعمال ديال هذه الكميه بعدا ديال زريعه الكتان وعند ولد صغير فبعدا الاطفال من 10 سنين القل لتحت ممنوع بعدا ما نهضروش معهم زريعه الكتان لانها كتسمم الكبد لان فيها فضلات صعيبه وثقيله كتدخل الكبده ديالنا ما كتخليهاش كتشتغل بطريقه طبيعيه. اذا زريعه الكتان ممنوعه عند الاطفال اللي في عمرهم قل من 10 سنين بدون نقاش. نعم. الاطفال اللي عندهم من نقولوا من 10 سنين او من 11 ل 18 عام. 18 عام فهنا الوصفه الطفل كيدير الرابوز خصنا نعرفوا بان زريعه الكتان من الخطوره ديالها هي استنانت اونتاغونيست يعني كيحبس لينا المفعول ديال الادويه. يعني واخا دير ليه الرابوز ملي غادي ياخذ زريعه الكتان ما غيبقاش المفعول ديال الدواء كيخدم وفي بعض الحالات يقدر يعطينا مضاعفات فهذه نردوا ليها البال. وبالنسبه للوليد الا بغى ياخذ هذه زريعه الكتان من قلنا من 12 حتى ل 15 فغادي نعطيوه 2.5 غرام يعني النص ديال الكميه اللي خصو ياخذ الانسان البالغ ولكن خصنا نتجنبوا. علاش؟ لان ما غنفوتوش في الاستعمال ديالها 15 اليوم. هي كتكون كمساعده فقط في الاول في هذه المده هذه وثاني الاستعمال المفرط ديالها ملي كنفوتوا فيها 15 يوم كيولي عندنا تسمم ديال الكبد. فكاينين الناس اللي خداو زريعه الكتان واخا ناخذوها بالقيمه العاديه ديالها وفتنا فيها مده ديال 15 يوم كيولي عندنا تسمم الكبد. وجاتنا اتصالات في هذا المجال هذا ناس اللي ولات جاتهم ليباتيت بي ناس اللي ولا عندهم مشاكل في الكبد ديالهم ناس اللي الكبد ما بقاش كيشتغل بالطريقه الطبيعيه ديالو. اذا خلاصه القول ممنوع استعمال زريعه الكتان بطريقه عشوائيه ما نستعملوهاش نهائيا. كاينين مواد اخرى طبيعيه اللي يمكننا نعطيو للاطفال ديالنا وتعاونهم. فكاين الوصفه اللي كنعطي ديال اللفت اللي كنحكوها وكنخلطوا مثلا كنحكوا اللفته كنديروها مع معلقه كبيره ديال العسل الحر كنعسلوها في واحد المقلاه وكنعطيو لاولادنا وبنيتاتنا هاد السير وهذا معلقه كبيره في الصباح وفي الليل جميله جدا غتعطينا فائده لهم. الوليدات اللي فوق من 10 سنوات يمكننا نعطيهم نص معلقه صغيره ديال مرد الدوش نديروها لهم في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى تطلق ونعطيوها لهم يشربوها بحال اتاي في الفطور ديالهم. فهذه كذلك ماده مهمه ومفيده. الوصفه اللي عطيتي لسكينه اللي كتعاونها على النوم في الليل ايضا منصوح يستعملوها الناس اللي عندهم الحساسيه. يستعملوها لان الباديان والمغجونين بجوج بهم جوج ديال المواد مهمه. نعم غادي ناخذ سؤال اخر معنا فاطمه من بن سليمان وتهلا في وليداتك الله لطيفه الله يحفظهم لك. اهلا بك فاطمه بقات لنا ثلاثه ديال الدقائق تفضلي فاطمه شنو سؤالك؟ اختي سناء مرحبا بك معنا على اذاعه اصوات. حسن الشرف اللي اتصل اللي شد الخط. مرحبا بك. شكرا. شوفي اختي عندي واحد جوج اسئله انا ما غاديش نتعطل. مرحبا اختي يلا نتقاسموا. عندي واحد سؤال على البشره ديال وجهي ناشفه وكندير واحد الوصفه. كندير الحمص مطحون وكندير الحليب. الحليب غبره
ولا الحليب ولا الحليب لا الحليب سائل حليب سائل طبيعي. وعندي الشعر ديالي كيخرج لي شي بزاف وكندير الحنه وكتنشف لي الشعر ديالي. دكتور عماد اشنو تقول فاطمه؟ فالاخت فاطمه غادي نقول لها الا كنتي كتستعملي الحنه للشعر ديالك فخذي معلقه صغيره ديال الحنه وراق وديريهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون حطيه فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه نخليوه ليله ندهنوا الجلده ديال شعرنا وشعرنا نخليوه ساعه ونغسلوه جوج المرات في الاسبوع مده ديال شهرين لهنا لان هنا محاربه الشيب وغتكون مزيانه. البشره ديالك ناشفه استعملتي الحمص اي حاجه في القطنيات غادي نستعملوها البشره ديالنا ما نستعملوهاش هكاك ناشفه باش كنهرسوا ديك باش كنستافدوا من ديك المكونات الازوتيه اللي هي مهمه للبشره ديالنا ضروري نغليوهم. اذا ناخذوا معلقه كبيره ديال القطنيه يا حمص يا فول يا لوبيا يا بواكاس يعني داك الجلبانه اللي كتكون يابسه معلقه كبيره ديالها نغليوهم في كاس كبير ديال الماء حتى يغلى مزيان ونصفيو داك الماء وداك الماء بالقطن كندهنوا به على البشره ديالنا نخليوه ثلث ساعه ونغسلوه كيعطينا نتيجه هائله ويمكن نستعملوه كل ليله وهكا غنستعملوه بطريقه امنه. بالنسبه للقشره ديال الشعر اللي عند الشباب اذا القشره ديال الشعر غادي نستعملوا الحريقه الحرشه لاختي اللي فيها ماده مهمه مضاده للقشره. اذا معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه ومعلقه كبيره ديال النعناع يابس هاد المكونات كاملين كنغليوهم في كاس كبير ونص ديال الماء حتى كيغلاو مزيان كنصفيوهم وكنوليو كنرشوهم بواحد الرشاشه على الشعر ديالنا وجلده الشعر كنخليوهم ساعه وكنغسلوهم. العمليه كنديروها غير مره واحده في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال شهرين. بالنسبه للسيده والكل يعني البنات اللي كيتصنتوا لينا وعندهم مشكل ديال داك الحبيبات والحبوب في الجسم وعندنا ايضا بالنسبه للكزيما فبالنسبه للحبوب اللي كيكون عندنا في الجسم غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الزعتر وكاس كبير ديال خل التفاح الطبيعي. هاد الخليط هذا كنغليوه فوق العافيه وكناكد الخل التفاح الطبيعي نغليو هاد الخليط هذا فوق العافيه ونصفيوه وبالقطن كندهنوا البلايص اللي عندنا فيهم الحبوب في البشره ديالنا ولا في الجسم ديالنا كنخليوه مده ديال ربع ساعه ومن بعد كنعاودوا نمسحوه. شحال الخل وشحال ديال الزعتر؟ فقلنا معلقه كبيره ديال الزعتر وكاس كبير ديال الخل غادي نغليوه فوق العافيه نصفيوا هذا الخليط هذا وكندهنوا به بالقطن البلايص اللي عندنا فيه الحبوب كنخليوه مده ديال ثلث ساعه وكنمسحوه بالماء. هادي ديرها كل نهار؟ ديرها نهار ايه نهار لا. واخا لمده شحال؟ نتبعوها حتى كيطفى داك الحبوب ما كيبقاش. نعم بالنسبه للكزيما دكتور عماد انا كنعرف انه الكزيما مفروض يتبع الانسان فيه العلاج. اكيد ده العلاج ديال الطبيب فاحنا غنعطيو وصفه للمساعده وصفه اللي غتكون مرطبه وتعاون دوك الخلايا باش يتجددوا. فالوصفه ديالنا غناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو معلقه كبيره ديال زيت البابونج واربعه المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. نخلطوا هاد المكونات هادو في حمام مريم تيتخلطوا مزيان والكريمه اللي كنخليوها تبرد والكريمه اللي كنحصلوا عليها كنستعملوها ككريمه للكزيما يعني كندهنوا بها كل ليله. نعم بالنسبه للسيده اللي بغات تزيد في الخدود ديالها يعني تزيد شويه د الوزن في الوجه ديالها فقط. نعم فالوصفه ديالنا هي وصفه للدهن غنديروها كل ليله غنستعملوا زيت بذور العنب معلقه كبيره وجوج معالق كبار ديال زيت لافوكا نخلطوهم شويه من هذا الخليط نوليو كنديروا به مساج في الخدود ديالنا كل ليله ونباتوا به. السيده اللي عندها المشكل ديال راجلها مجليه فاحنا قلنا خصها تشوف ضروري الطبيب باش يشوف هذا المشكل لان دابا وصلنا القشره كبرات ولات كتعطينا الرائحه ولات فيها الحبه. اذا عموما هنايا الخلاصه انه الحلبه ما تديروهاش لوجهكم في اي وصفه كانت لا تستعمل للوجه انه ايضا زريحه الكتان ممنوعه منعا كليا على الاطفال اللي عندهم قل من 10 سنين اللي فوق من 10 سنين خصها تستعمل ولكن من الاحسن تبعدوا عليها. وعند الناس الكبار اللي عندهم مثلا مرض الضيقه او مرض الربو او الحساسيه التنفسيه حتى هما من الاحسن يبعدوا عليها ويتجنبوها. اكيد حنايا وصلنا لنهايه الحصه ديالنا اليوم ولكن